بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله السكري. اسف على التاخير في عمليه الشروحات عشان الانترنت عندي زي ما انتم شايفين بيحصل مشاكل فيه كتير جدا، وان شاء الله هيتحل الموضوع ده النهارده. اخر درس لنا في الميتسبلايت. الميتسبلايت اعتقد ان مش هنتكلم عنها تاني بعد الدروس او سلسله الدروس اللي احنا عملنا حوالي 15 درس او 16 درس، اللي اترفع ده 17. طيب، كل درس ممكن تقول عليه انه بيتكلم عن حاجة معينة وفي دروس مكملة ليها، وعملنا لكل بيلود درس وشرحناه. النهاردة هتكلم عن الويك بوينتس. عملت موديول بسيط ببرنامج الرسام عشان يسهل لنا الموضوع ده وبشكل جميل عشان محدش يشتكي من شكل الشرح زي المرة اللي فاتت. هعمل بينت زي ما شايفين، موديول بسيط خالص انا عملته عشان يسهل الموضوع. هاخد اللون الاسود زي ما شايفين كده، السايز بتاعي خليه زي ما هو كده خفيف، خلي السايز ده مش مهم. بعد كده عندنا في ويندوز او لينكس ايه نقاط الضعف في السيستمز دول؟ هل ممكن انا اكون حاطط عليه نقاط ضعف؟ اه، شغلك اي شغل بتشتغل بيه على الويندوز او لينكس ده نقاط ضعف. واحد يقول لي طب انت نسيت الماك، هقول لك الماك خرجوا بره الموضوع لانه محدش بيستخدمه كتير. الفاير وول والسكيورتي انتي مالور. الفاير وول هو جدار ناري سواء في ويندوز او لينكس، ممكن يكون مصدر خطوره ليك. سكيورتي انتي مالور عمره ما هيكون مصدر خطوره، ولكن احيانا ما له علاقه بمصادر الخطوره. ابلكيشن سوفت وير ساعات بتكون مصدر خطوره كبيره جدا، هنتكلم دلوقتي عنها. FTP وال SSH وال SAMPA وال Any Services، أي سيرفيس أنت كنت مشغلها عندك سواء SAMPA سواء SSH سواء FTP دي ليها مشاكل كبيرة جدا. ويب سيرفر، ويب سيرفر أنت مسطب ويب سيرفر على Internal Network أو ال External Network أكيد هيتعرض لعمليات مشاكل كبيرة جدا على السيستم بتاعك. Interpreter for any programming language، يعني أنت حاطط مترجم لأي لغة برمجة أنت بتستخدمها أو بتبرمج بيها زي البايثون والروبي وغيره. طيب، الاتاكر بيبقى موجود عنده ايه؟ شوية تولز واكسبلويتس. عنده تولز واكسبلويتس. الاكسبلويتس انا حطيتها كشاملة، المفروض اكتب بلودز وغيره، بس كتبت تولز شاملة لكل حاجة وحطيت الاكسبلويتس خاصتها عشان الاكسبلويتس هي مصدر اصلا الاتاكر. وصلت جهاز الاتاكر بأي سيستمين دول اللي هو اشهر سيستمز موجودين بانترنت، يعني في send وفي response و request و send. وصلت دلوقتي طريق اخضر كده ما بينك وما بين الاتاكر ومحطوط عليه علامة الصاعقة دي، وزي ما انتم شايفين عملت علامة الصاعقة الحمراء دي بنفس لون الدايرة اللي موجود بيها الفاير وول، تمام، وبنفس لون كلمة اتاكر. طيب، هشرح دلوقتي واحدة واحدة ايه اللي بيحصل. هتكلم اول حاجة عن الويب سيرفر. الويب سيرفر يا جماعة زي ما انتم شايفين حاطط لون اخضر كده في عملية الاتصال، لان اول ما بيفكر في الويب سيرفر. الويب سيرفر ده والله انا مثلا مسطب عندي في الجهاز اباتشي، والاباتشي غني عن التعريف، تمام، مسطب عندي في الجهاز اباتشي زي ده كده او ويناب او اي حاجة. هكتب هنا اصدر على الوامب، وامب سيرفر، اكتب روت، احط باسورد، اقول لي اهلا بك دخلنا على البي اتش بي ادمن بتاعي. سي مثلا اقول ان احنا حطينا على الاباتشي ده ويب ابلكيشن، تمام، والويب ابلكيشن ده في ثغرة معينة وهو قدر، سواء كان معايا على الانترنال، لو على الانترنال طبعا الاباتشي معمله ببلش على الانترنال وعلى الاي بي الداخلي، تمام. لو قدر ان هو يدخل عليه عن طريق الاكسترنال هيبقى مشكله كبيره جدا برضو لو عرف الاي بي او الاي بي بتاعي. وانا مثلا كابتريشن تستر حاطط عليه مثلا ديفوا، توزيع الديفوا او اي توزيعه عشان يعمل عليه بريتريشن تيستينج او عمليه اختبار اختراق، تمام. هو عارف ومعايا على الانترنال نتورك او معايا الاكسترنال وعارف الريل اي بي وعارف يدخل على التوزيعه دي او على
الديسترو دي. طبعا انا بقول توزيعه لان فعلا بتبقى توزيعه خاصه ب ويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج، يعني زي مثلا ديفوا او اي توزيعه ثانيه زي اكسبتابل او ميتا سبولت تابل 2، ودي توزيعات بتبقى موجوده هنا وقدر ان هو يدخل عليها ويخترق السيستم. طيب بتبقى فيرجوال، يعني كنت مشاور هنا على فيرجوال ماشين لان بتبقى فيرجوال معظمها والناس بيستخدمها كفيرجوال، يعني مش هيسطبها على الجهاز ايه حقيقي. طيب ممكن يقدر يخترق السيستم بكل بساطه لو انا مسطب هنا اي ويب ابلكيشن في ثغره على السيرفر ده، يقدر يخترق الجهاز بتاعي او السيستم بتاعي، حتى لو كان السيستم بتاعي جهاز داخلي او انترنال نتورك ممكن يسبب لي مشاكل كبيره. طيب ادي بالنسبه للويب سيرفر، نروح على الانتربريتر فور اني بروجرامينج لانجويج لايك بايثون اند روبي. هعمل تعديل بسيط كده وهبدا اروح اعمل كده اوصلها بالانتي. طبعا انا همسح الشغل ده بس انا عاوز افهمك، بس هحط لكم الصوره ديت على الجروب. هعمل تعديل بسيط واوصل الانتربريتر او مترجم بالسكيورتي او انتي مالور واعمل علامه غلط. ليه انا وصلته بعلامه غلط؟ واحده واحده كده. لو انا مسطب هنا عندي بايثون، لكن هنا بايثون زي ما شايفين انا مسطب عندي بايثون 3 تمام. هبدأ اشغل الاي دي بتاعه او المحرر بتاعه تمام، بكل بساطة هيفتح المحرر بتاعه. ايه علاقة الانتي فيروس؟ طبعا احنا شايفين هنا في انتي فيروس عندي توتال سكيورتي تمام. انا هعمل هنا عندي ملف هقول له اعمل لي نيو تمام، وعاوز اكتب في الملف ده انه يعمل لي 10 ملفات، يعني يعمل لي عملية while من 1 لعند 9، ويعمل لي شوية ملفات زي ايه ما هيعمله دلوقتي. وليكن هبدأ اقول له مثلا فيروس، او هسميه مثلا مال وور تمام. ملور مش عارف هي بالاي ولا بالاي او بالاو، بس هي ملور تمام. هبدأ استخدم الاتي، هعمل ايه في المالور؟ طبعا مالور او فيروس عادي خالص، اور فيروس هعمل ايه في المالور او الفيروس ده؟ هقول له والله بكل بساطة اني هنفذ اوامر او كوماندز على السيستم. طيب اوامر او كوماندز على السيستم ازاي؟ لو نركزنا مع بعض كده وقلت له اني عاوز اعمل ملف، هقول له اول حاجه اعمل لي open تمام ليه مثلا ملف، طبعا هنعمل اللي يعمل له امبورت وليكن خليه اوبن مثلا لملف. الملف ده هيبقى ايه؟ تعالوا نعمل اول حاجه هنا فوق هوايل تمام كويس او كده، هقول له هوايل. طيب الهوايل دي هتاخد ايه؟ هقول له هنا مثلا وليكن ان السي بيساوي 0 تمام. هقول له هوايل ان السي اظهر او تساوي 10 تمام. ابدأ اعملي الاتي، هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي اول حاجة خالص ان لازم ازود السي دي 1 كل شوية تبدأ تزود، فاقول له سي بتساوي سي زائد 1 اما احنا عارفين كده. بعد كده اقول له open،
اوبن ايه؟ هقول له اوبن، وهحط هنا السي، تمام، بس بكل بساطة اقول له السي، المتغير بتاع السي، اقول له زائد، طبعا اخليه string عشان بس ما يحصلش مشاكل، وبعد كده بقول له dot txt، تمام، ده المسار. لو اقول له افتحه لي، بس اقول له هنا زائد w عشان يعمل لي زائد right. اوكي، تعالوا نشوف كده هيحصل ايه. يبقى انا قلت له اعمل لي الملف البرمجي البسيط ده، وقلت له سيفه لي على الديسكتوب بسميه 1.py، وقول له سيف. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط معانا. هاخد ملف ده افتحه، زي ما احنا شايفين عمل لي من 1 لعند 11، تمام، بس انا قلت له اكبر او يساوي 10، فزود لي 1 عشان بس ال11. عمل لي كام ملف زي ما احنا شايفين كده على الديسكتوب. طيب ايه اللي هيحصل من ده؟ هو ده غلط؟ اه ده غلط كبير. عمل دلوقتي نشاط غير معروف على السيستم. طيب هو ليه الانتي فيروس ما اكتشفوش؟ صح، اكتشفوش خالص. طيب تعالوا، انا عاوز امسح الواحد ده بس بلغة تانية، تمام. تعالوا انا مثلا هفتح، هعمل ملف من نوع txt، وبعد كده هعمل له rename، وبعد كده هقوم قايل له 1.bat. اوكي، طبعا ما تغيرش شكلها لانها هتبقى .bat.txt زي ما شايفين. هقول له فايل سيف اس، سيف على الديسكتوب، تمام. هقول له 1.bat عشان يبقى فعلا بات. نقفل، زي ما شايفين بقى تنفيذي، نسخة تنفيذية بس مش .exe، لاحظ. طيب هقفل وامسح دي، هفتح البات ده وافتحه بالنوت بات، تمام اوي كده انا فتحت البات. عاوز ايه مني يا سيدي؟ انا عاوزه يمسح لي دل للملف اللي اسمه 1.py. احذف لي الملف اللي اسمه 1.py. هبدا افتح الواحد دوت بات، تمام، حذف لي الواحد ملف اللي اسمه 1.py بدون ما يحصل اي مشاكل او اختلاط مع الانتي فيروس. طب هو ده له علاقة ببرمجة الفيروسات؟ هقول لك اه، لو انت ليك علاقة بالتعامل مع لغة الويندوز او بما يسمى لغة الكوماند. طب ايه لغة الكوماند او لغة الدوس؟ لو قلت مثلا هنا CMD وبعد كده قمت قايل له، لو انا قمت عامل هنا هيلب، جاب لي كل الاوامر اللي انا محتاجها وكمان مشروحة. وده هيبقى موضوعنا بخلاف او بجانب ال SSH، مش بخلاف او بجانب قصدي الشيل سكريبتنج. يعني عاوز تفهمني ان لو في اي كود تنفيذي بس ملوش علاقة او .exe الانتي فيروس مش هيكشفه؟ اه مش هيكشفه. يعني انا ممكن هنا كده اقوم رايح بكل بساطة افتحه كده واقوم قايل له، بدل ما تحذف لي الدل بتاعك، لا في عندك دل لو انت عاوز تحذف ار ام او ار لو انت عاوز تحذف مجلدات، فليكن مثلا انا عاوز احذف مجلد، تمام، وهقول له مثلا ار ام دير، تمام، اعمل لي ار ام دير، مكتوب هنا ازاي تحذف مجلد زي ما احنا شايفين ار ام دير. لو رحت له هنا قلت له شوف بقى يكتب لي، لان هنا اصلا عامل لك قاموس كامل زي ما بتعمل مان، تمام، في اللينوكس، فبيديك شرح. هنا بتعمل برضو، هتقول انت تعمله تعمل هيلب، تمام، وار ام دير. قال لك انك لو حطيت سلاش اس سلاش كيو هتعرف انه هيمسح لك المسار ده بدون اي نقاش. يعني remove all directory and files in the specific directory in addition to directory itself.
is to remove a directory tree، يعني هيمسح كل مجلد والمجلدات اللي جواه. طب quit mode، quit mode ده عشان ما يسألكش، تمام؟ في كل ملف يقعد يسألك انت هتسأل ايه، يعني ايه، عاوز يفهمك ان انا عاوز امسح ملف. بكل بساطة لو عملت هنا ملف كده فولدر سميته هنا مثلا علي، وعملت جوه الفولدر اللي اسمه علي ده شوية ملفات دوت تيكستي مثلا، وقمت رايح جايب فاتح ملف تاني وليكن نيو فولدر، وعملت ملف تالت زي ده كده، يبقى كده عندنا اتنين فولدرز وجوه مجموعة ملفات، ملفات عادية خالص. كل اللي انا هعمله قلت له ار ام دير، تمام، مسح لي علي، بس المرة دي قمت قايل له داش، مش داش بقى، سلاش اس سلاش كيو، قمت جاي سايب الامر وبدأ ده كده هفتح الوان دوت. هفتح الوان دوت هلاقي ملف علي كله اتحذف بكل اللي فيه. مش هلاحظ عندك لو فتحت هنا الريسايكل بين، تمام، مش هتلاقي عندك الملفات دي اللي هتتحذف خلاص. لاحظت؟ زي ما بتعمل كده في الويندو في اللينكس ام في مثلا، اي ملف، اي مثلا فايل، تمام، هتنقله فين؟ في الديف، تمام، نل. فاكر لما كنا بنعمل كده بيمسح لك كل حاجه. هنا بقى واحد ممكن يستعبط ويعمل كده ار ام سلاش اس، تمام، سلاش كيو، وبعد كده يقوم حاطط لي السي، تمام، كده هيحذف لك السي كلها. لو انا سيفتها وطبقتها هحذف السي كلها، يعني طبعا خرب بيوت. طيب انا اقفل واحذف دي مش محتاجها، واعمل ام بي دي ساكت بقى. طب انت هتقول لي ليه يا عبد الله انت عامل لنا المولد ده كله، بتشرح في الموضوع ده ليه كده؟ اقول لك والله يا سيدي بكل بساطه، ان انا لو هعمل فيروس او هعمل ملف له علاقة بالمترجم داخل السيستم، الانتي فيروس مش هيكشفه. يعني ايه؟ يعني مثلا قلت لك ان انا عامل ملف برمجي بلغة بايثون او بلغة روبي، يعني ايه؟ يعني انا كتبت ملف زي اللي انا كنت كتبته قدامك دلوقتي بيعمل نشاط مريب على السيستم، بس الملف ده مش تنفيذي، مش executable. طيب المالوور او الانتي فيروس او الانتي مالوور بيتعامل معاه ازاي؟ بيتعامل معاه كانتربريتر، زي ما تشوف هنا كده. فتحت كده هيحصل ايه؟ مثلا عندي ملف هنا ده دوت بايثون مثلا او دوت بات او دوت اس اس اتش لو احنا اتكلمنا على لينوكس، وقلت له ان ده في مثلا مجموعه من الاكواد مسؤولة ان هي تخلي الملف ده بيلود طالع من الميتاسبلويت، او تمسح لي ملفات حساسة في السيستم، والملف ده مكتوب بلغة بايثون. حلو حلو، او مكتوب بالايه، بالشيل سكريبتنج اس اتش، او مكتوب بالبات اللي هو الدوس كوماندز. طيب ايه اللي هيحصل؟ السكيورتي او الانتي مالور هيروح يعمل ايه؟ هيعمل اسكان عليه، لانه اي بروسيس بتتم المالور بيعمل لها ديتكشن. طيب هيشوف دلوقتي لما تيجي تعمل البروسيس بتاعها هيقول ايه؟ هيقول ده ليها مترجم، ليها انتربريتر خاص بيها، هيقوم جاي على طول محولها الانتربريتر، لان انت وتسطب الانتربريتر بتسمح الانتي سكيورتي انه يسمح له يعمل اي صلاحيه على الجهاز، سواء انت بتبرمج اي كود وينفذه على الجهاز بكل سهوله، سواء بقى انت برمجته بلغه الاله اس اتش ده بالنسبه للينوكس، تمام، او بلغه البات اللي انا بقول عليها كوماند لينكس او الدوس كوماند في الويندوز، او باي لغه برمجه تانية بايزن روبي او اي حاجه وانت منزلها مترجم. طب لو انا دلوقتي مثلا في فيروس، تمام، اللي عملته كده، تعالوا نفتح ملف دوت نوت باد، تمام، وقلت له فايل سيف از، سيفته هنا مثلا 1.exe، سيفته زي ما احنا شايفين، ده نسخة تنفيذية زي ما احنا شايفين كده.
لو قلت له هنا ديل طبعا مش هيبدأ يكتب لك زي ما انت عاوز، اللي انت عاوزه زي ايه، زي كل البرمجيات. يعني ايه؟ طبعا دوت اكس اي دي نسخة تنفيذية. لاحظ ان النسخة التنفيذية ما بتكتبش، ده بتعمل لها عملية ايه، استخراج اكسبورت. انا عاوز اكتب فيها ديل اي حاجة يا سيدي، انا اكتب فيها اي حاجة تمام، وعملت فايل سيف تمام. طيب لو انا قمت ده ضغطت عليها قال لك ان ذيس فورسون وكذا، طلع لي مشاكل اهو، دي نسخة تنفيذية. وليكن سي ان ده فيروس او مالوور او اي حاجة، بسرعة هتلاقي الايه الانتي فيروس، او هتلاقي توتال سيكيورتي عمل عليه سكان تمام، وهيبدأ يشيله اول ما يبدأ يشتغل تمام. طيب ده اللي انا بتكلم فيه، ان الانتربريتر بتاعك او المترجم بتاعك له مشكلة كبيرة انه ما بيتعاملش مع الانتي فيروس خلاص، لا الانتي فيروس بيمرر له اي ملف انت كاتبه، حتى لو كان الملف ده بيعمل نشاط مشبوه على السيستم تمام. بروح بعد كده على الابليكيشن سوفت وير. ابليكيشن سوفت وير البرامج اللي انا مبرمجها على الجهاز، ليه ما ليها مصدر خطورة؟ اقول لك ليها مصدر خطورة. ليه؟ لان البرامج اللي انا بعمل لها انستول على الجهاز، زي مثلا وليكن سي الكروم ده والموزيلا فايرفوكس، دول ليهم ثغرات، ممكن واحد يكتشف فيهم ثغرات خاصة بالبراوزر ويستغلهم عليا صح؟ ادي اول خطورة. طيب انا عشان اتخطى الخطورة دي لازم اتأكد من ان دول ملهمش ثغرات، ولو طلع لهم ثغرات اعملهم ابديتس. طب يا ريتها جات على المتصفحات، في عندك مجموعة من البرامج او مجموعة من الثغرات اسمها بف، بي او اف، بفر اوفر فولو، يعني ثغرات الفيد الالكتروني او الام سي ميموري كوربشن تمام. الثغرات دي بتعتمد على ايه؟ ان عندك برنامج حصل فيه فيد الكتروني. يعني ايه فيد الكتروني؟ البرنامج بقى يتحط عليه كميه من البيانات كبيره جدا، فحصل له ميموري كوربشن وتوقف عن العمل، فحصل ان الهاكر ده بيستغل الميموري كوربشن ده انه يزرع فيه كود شيل او شيل كود ويخترق السيستم تمام. يبقى برضو لازم يتاكد كل البرامج اللي عندنا سواء كانت براوزرز او برامج احنا بنستخدمها، وخاصه ويندوز، انا بتكلم على ويندوز يا جماعه، خاصه ويندوز او برامج ويندوز بشغلها على لينكس حصل فيها بافر اوف اوفر فولو، نفس المشاكل برضو هتحصل لك على لينكس. يبقى ده خاص بالبافر اوفر فولو وثغرات البراوزر والكلام ده، ممكن يسبب مشاكل كبيره جدا. يبقى انت لازم تعرف البرامج بتاعتك اللي انت مسطبها عندك في الجهاز. بعد كده عندي ال FTP او SSH او SAMP او الكلام ده اتكلمنا عليه ان هو دي سيرفيسز انا بسطبها عندي، واتكلمنا عليها اعتقد في ميت سبلويت، ليها ثغرات كتير جدا سواء كانت ويندوز او لينوكس. وقلنا كمان ان الخدمات دي لما بتتفتح بتتصل بالجدار الناري تمام، وبيبقى ليها بورتات خاصة بيها، يعني FTP 21، SSH 4.4.5، SAMP تمام 4، اعتقد الصم 4.5، وهنا عندك 4.4.3، في عندك بقى اللي هو اس اتش 4.4.3 وكده، و80 بورت تصفح وكده. طيب في كل واحد منهم له بورت معين هي بتتفتح عليه تمام. زي ما قلت لك كده انها بتتعامل مع الفاير وول، فتفتح ايه، تفتح لي بورتات. البورتات دي بتعمل ايه؟ بتفتح لي سيرفر ما بينك وما بين الضحية، وكله عن طريق البورتات. شايفين انت حركة الصاعقة اللي انا كاتبها دي او راسمها دي، كل ده عن طريق البورتات، تقدر تخترق السيستم بكل سهولة. طيب هو الفاير وول بس مشكلته ان انا عشان بسطب شوية سيرفيسز فبتفتح فيه بورتس وهو بيخترقه؟ لا هقول لك، لا يا سيدي والله هقول لك والله مش لازم، ممكن يكون انت مسطب برامج البرامج دي بتفتح بورتس في الفاير وول، او انت بارتيشن تستر وفتحت انت كل البورتس دي عشان تستخدمها في عمليات الاختراق بتاعتك او اختبار الاختراق، وفي اتاكر عمل لك ديتكشن وعارف البورتات المفتوحه عندك تمام، وعارف ان في ثغرات عندك من دول او النقاط الحيويه او الويك بوينتس اللي عندك دي، فعارف يخترقك عن طريقها. يبقى الجدار الناري ده يعتبر خط الدفاع الاول في الكمبيوتر بعد ايه، بعد الانتي فيروس. بس انا هقول ان الانتي فيروس خط الدفاع الاول داخلي، لكن الفاير وول خط الدفاع الاول خارجي، يعني ايه، خارج الشبكه لكن الانتي فيروس داخل الشبكه.
يعني ايه داخل الشبكه؟ يعني انا لو جوه الشبكه وبعت لك ملف، تمام، الانتي فايروس هيتعامل معاه الاول لان هيتعامل معاه جوه الجهاز، لكن فاير وول واحد هيجيلي من بره خالص فيدخل على الفاير وول بتاعي، او بمعنى اصح الراوتر، بعد كده الراوتر يمر له الفاير وول وتبدا العمليه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وعمليه فتح البورتات اتكلمت فيها كتير. يبقى احنا عندنا اول حاجه عشان نتجنب الموضوع ده انا كبنتريشن تستر او مستخدم عادي، اول حاجه اشوف الويب سيرفر بتاعي ده، الويب ابلكيشنز اللي عندي دي، لا اما اعمله او اعمل ويب سيرفر كله انترنال نتورك على الشبكه الداخليه وما اعملوش بابليش على الاكسترنال نتورك، واخلي شوف المستخدمين الموصلين معايا، ويستحسن يكون عندك راوتر لوحدك في البيت عشان تعمل عليه بيتيشن تيستنج بتاعك، ما تخليش حد يوصل معاك عشان ما يبداش يعكسك، او لو هو بيفهم في بيتيشن تيستنج ممكن يخترق جهازك زي ما اتفقنا عن طريق ويك ابلكيشن، واكيد انت هتحط ويك ابلكيشن او فورنابيلتي ابلكيشن عشان يخترقه انت كبيتيشن تيستر، فهو ممكن يدخل على الجهاز بتاعك بكل سهوله. الانتربريتر ده هقول لك بكل بساطه يا سيدي انك ما تفتحش اي ملف الا لما تقرا المكتوب فيه الاول، يعني مثلا عندك ملف دوت بات، ما حدش يبعت لك ملف دوت بات ويقول لك شغله وتقوم مشغله مره واحده كده، يكون مثلا فيه اللي بيمسح ملفات حيويه في الجهاز او اي حاجه والانتي فايروس مش هيعمل حاجه، او بايثون بيلود من نوع بايثون وانت مش عارف، هتضغط عليها هيبقى موجود فيه كود خاص بالشبكات، وطبعا انتي فايروس ملوش دعوه بالموضوع ده، هيمرره للانتربريتر هيفتح لك قناه اتصال معاك ومع الهاكر. الابلكيشن سوفت وير اتكلمنا عليها، وثغرات البفر اوفر فلو وثغرات المتصفحات، واتكلمنا على السيرفيسز اللي هي لها ثغرات كتير جدا، وكمان ممكن يعمل عليها بوليت فورس اتاك او عمليه تخمين ويطلع كل ده. وعلى فكره بوليت فورس اتاك بتتم على كله ما عدا الانتي فايروس وفاير وول يعني والمترجمات، يعني ممكن يعمل ويب سيرفر ده يعمل انتي يعمل بوليت فورس اتاك، يعني هي بتنطبق على الاثنين دول، ممكن يعمل بريت فورس اتاك على دول بريت فورس اتاك على الويب سيرفر بتاعك عشان يدخل على الاعدادات بتاعته ابلكيشنز بتاعته، وممكن يعمل هنا برضو بريت فورس اتاك. اعتقد النهارده اتكلمت على الويك بوينتس اللي موجوده عندك في السيستم، سواء ويب سيرفر او انتربريتر او سيرفيس انت مسطبها او ابلكيشن سوفت وير او حتى سكيورتي فاير وول او اي حاجه. في حاجه كمان هتكلم عنها في فيديو كنت كاتبه، كتبت ضحايا الهاكر هم اطفالهم وضحايا اطفاله، يعني ايه؟ يعني ان ممكن انت تكون السبب ان الهاكر يخترقك لانك انت بتبحث عن ادوات او تولز على الانترنت الهاكر هم اللي مبرمجينها، يعني انت من اخر كيدز او طفل هاكر، بيسموك نتورك كيدز او اطفال الشبكه العنكبوتيه، فبتدور على اي ملف زي الناس اللي بتدور على ملفات بتخترق الفيسبوك، يقول لك والنبي اديني اداه بتخترق الفيسبوك او اديني برنامج بيخترق الفيسبوك عشان اخترق الفيسبوك، يبدا ينزل اي ملفات غير موثوق فيها او برامج غير موثوق فيها يشغلها عنده على السيستم وتخترقه. ودي برضو من الويك بوينتس ما قلتش اتكلم عليها لان احنا ناس كبار وبيتيشن تستر ومبرمجين ففاهمين الموضوع ده، لكن بالنسبه للكيدز انا اتكلمت عن فيديو كامل على الموضوع ده. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله السكري، وده يعتبر اخر درس في ميتا سبلوت. شكرا.